السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مهندس علي ناصر، خبير سوليد ووركس معتمد. في الفيديو ده هنوضح مشكلة الفيوتشر فيرجن والتعامل مع ملفاتها. معنى ايه الكلام دوت؟ دلوقتي لو انت عندك سوليد ووركس 2015 مثلا، عايز تفتح ملف معمول على سوليد ووركس 2017، مش هتقدر طبعا. تمام؟ او انت عندك سوليد ووركس مثلا 2017 وعايز تبعت ملف يشتغل عند عميل يكون عنده 2016 مثلا. تمام؟ ممكن تعمل الموضوع ده ازاي؟ الموضوع ده ليه حل، ليه 4 حلول كنا طرحناهم في بوست هنا، بس كان يعني طلبات بعض الاعضاء اللي معانا على الجروب طلبوا توضيح الكلام ده في فيديو. طيب، اول حل عندك ان انت تخش على موقع 3D Content Center، ده الموقع الخاص بسوليد ووركس. تمام، حضرتك هتعمل عليه ساين اب، تسجل عليه اكونت عادي زي ما انا مسجل هنا. تمام، وتيجي على ابلود على الشمال اهي، وتبدأ ترفع الملف اللي انت عايز تغير الفيرجن بتاعه. يعني انا هعمل سيلكت واختار مثلا الملف ده، تمام، واسميه مثلا تيست 2، واختار له كاتيجوري لان حضرتك دلوقتي هتبقى مساهم في اللايبرري بتاعت السوليد ووركس. اللايبرري اللي موجوده على 3D Content Center بيبقى فيها مودلز، ممكن اي حد يخش على الموقع ده هيلاقي مودلز كتير. دي من المواقع اللي فيها مودلز، وموقع كمان زي جراب كاد، في عدة مواقع عليهم مودلز مجاني كنا اتكلمنا عنهم في مقال قبل كده. طيب، هنبدأ نعمل ابلود للموضوع ده. البروجريسز بتاع الابلود اهو، تمام. اخش على ماي داشبورد عشان اشوف الملفات بتاعتي. ادي الملف اللي احنا لسه رافعينه اهو، تيست 2، هبدأ ادوس عليه اوكي. هيظهر معاك الملف هنا اهو، هتلاقي فيه فيرجنز اللي انت عايز تختارها. ممكن ملف، لاحظ ان الملف اساسا كان معمول على 2017، ممكن احفظه على 2017 2018 او 2016. دي الاوبشنز اللي هو ايه سوليد ووركس مدهني. لا، وممكن احفظ كمان بامتدادات تانية، يعني ممكن سوليد ووركس بارت ممكن يبقى احفظه لامتدادات كاتية، ممكن احفظه الاي جي اس برا سوليد، كذا امتداد، امتدادات كتيرة جدا. وانا بعتبر ان الحل ده الحل السحري لمشكلة الايه الفيرجن، فيوتشر فيرجن. تمام، ممكن حابب بعد كده تدوس داونلود وتبدأ تعمل داونلود للايه للبارت بمنتهى السهولة على أي إصدار أنت عايزه. أنا دلوقتي خليته 2018 مع إنه هو كان 2018. يا إما أدوس أوكي هنا، أهو أدوس هنا على العلامة ديت وأبدأ أعمل داونلود عادي مفيهوش مشاكل. أدي البارت فتح أهو على 2018، ده كده فيرجن 2018. طبعا مش هيفتح الا لما يكون عندك سوليد ووركس 2018. يعني انا لو خدت الفايل ده ورحت على سوليد ووركس 2017 مش هيفتح. طيب، يبقى انت كده ممكن تحل مشكلة الفيوتشر فيرجن، او تختار اي فيرجن من عن طريق موقع 3D Content Center. لا، والاكتر من كده اللي انت عندك اكتر من امتداد ممكن تحفظهم بيه. تمام، طيب نشوف حل تاني. الحل التاني ان يكون عندك نسخة اي دروينج. اي دروينج ديت بتيجي ملحق مع السوليد ووركس اهو، ده البرنامج بتاعه. مجرد ان هو بيعمل فيو للملفات، سواء كان الفيرجن بتاع قديم او حديث مش هيحصل، ما فيهوش مشكلة. اي فيرجن بيتفتح على اي دروينج، بس طبعا مش هتعرف تعمل اي تعديل، هو مجرد فيو بس. تمام، ممكن حضرتك برضو لو مش عايز تنزل سوليد ووركس او مش عندك سوليد ووركس، ممكن تخش على
موقع سوليد ووركس وتنزل اي دراونج لوحده، هو مساحته حوالي 183 ميجا. تمام. طيب الحل التالت ان انت تحفظ الملف بتاعك بالامتدادات بتاعت العامة او اليونيفرسال زي الباراسوليد والستيب والايه والاي جي اس والامتدادات اللي تقبل على اي ايه برنامج، يعني تخلي العميل يبعتهولك بامتداد يتفتح عندك زي الستيب او الاي جي اس، او انت برضو ترسله. يعني لو بعت السوليد وركس ملف سوليد وركس لحد عنده مثلا ان اكس، برنامج ان اكس، فهتبعته له بارا سوليد بالامتداد الاكس بي ده او الاكس تي. تمام. الحل الرابع اللي انت ممكن تستخدم الادنز بتاعت الباكورد. تمام. الباكوركس ادنز، ادي السورس بتاعها، السورس هحط هنزله على الجروب باذن الله، هحط اللينك ده ملحق مع الفيديو باذن الله. بتبدا تسطب السورس ده وتخش على البرنامج من الجير هنا الادند، وتضيف تشيك على الايه على الباك ووركس انما تكتفها. تمام. وتبدا تفتح اي فايل، وليكن مثلا الفايل ده. تمام. ادي المديول اهو بتاع الباك ووركس. بتبدا تعمل سيف از عادي باي فيرجنز انت عايزها، من 2012 ل 2016. الفايل ده معمول على 2017، طبعا مش هيظهر لك ايه 2017، هيظهر لك الفيرجنز اللي قبليها. لو انا فاتح ملف 2015 هيظهر لك ايه، مش هيظهر لك الاوبشنز بتاع 2015، هيظهر لك اللي قبله. تمام. طيب ممكن نعمل سيف مثلا على 2012 وندوس سيف، ويبدأ يعمل بروسيس كده. تمام. دخلت هتخش على الملف، هتلاقي في ملف هنا اسمه باك وورك بارت 2012. تمام. كده انت حولت الملف ده ل 2012. ازاي؟ هو في مشكلة في موضوع الادنز دوت، هي تعتبر مشكلة او مش مشكلة، لازم حضرتك تكون منزل الباك ووركس ده على الفيرجن القديم والفيرجن الجديد عشان يفتح عندك. تمام. يعني انت دلوقتي سيفت الملف بفيرجن 2012، هتروح على الاول لما تيجي تبعت الملف لازم يكون عند العميل التاني باك ووركس ادنز برضو. تمام. عشان لما يجي يفتحه يدوس اوبن، هتلاقي هنا في امتداد للصدر. تعال نقفل ده خالص. اني فايل هتلاقي فيه امتداد الباك ووركس هيبقى ظاهر عندك. تمام. فلازم يكون عند الاتنين الطرفين عشان تقدر تفتح الملف. دي كده الاربع طرق اللي انت تقدر تتعامل فيهم مع الفيوتشر فيرجن. تمام. الملفات بتاعتك سواء انت عندك اصدار قديم لبرنامج او اصدار جديد. تمام. طيب انا بفضل الحل رقم واحد دوت، حل عملي وسريع وبيناسب معظم الناس. تمام. وما بتحتاجش ان انت تكون عندك اضافة زي لو نزلت باك ووركس لازم تكون موجودة على الجهازين. تمام. طيب كده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، وبإذن الله نتقابل في فيديوهات اخرى.